يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر صاحب الشرح كشف المخدرات رحمه الله، ذكر من الأمور التي تخل بالمروءة وتخل بشهادة الشاهد، قال الذي يمد رجليه بحضرة الناس، فهل هذا مما يخل بها؟ اي نعم، لأنه ما يستحي، إذا مد رجليه بحضرة الناس هذا دليل على أنه ما يستحي ولا يبالي بالناس، لكن إذا كان أنه معيب أو توجع رجله هذا معذور، كلام على الإنسان اللي ما هو معذور، ما له عذر. نعم. يقول وكذلك ذكر رحمه الله الذي يأكل في السوق، إذا كان عادة البلد، الآن كل أكثر الناس يأكلون في السوق، لكن كان إذا كان عادة البلد أنهم ما يأكلون في السوق لكن يخالفهم، هذا دليل على عدم حيائه. نعم. أما إذا اختلف إذا اختلفت العادة صار الناس يأكلون في السوق ما في معنى. نعم.